فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأفضل أن يبسمل قبل أن يدخل بنية الوضوء، أو بعد أن يقضي حاجته يخرج عند الباب ويبسمل ثم يدخل ويتوضأ. فإن لم يتيسر ذلك فإنه يبسمل داخل الحمام بصوت خفيض، يبسمل داخل الحمام بصوت خفيض، لأن الذكر هنا مكروه والتسمية واجبة فتقدم التسمية. فنحن نقول أولا إن استطعت بعد قضاء الحاجة تخرج عند الباب وتقول بسم الله ثم تعود إلى المغسلة وتغسل. إن ما استطعت هذا فإنك قبل الدخول تبسمل بنية الوضوء ويكفي هذا إن شاء الله. إن لم تفعل هذا ولم يتيسر لك لا هذا ولا هذا فإنك تبسمل عند الوضوء ولو كنت في داخل الحمام، غير أنه يكون بصوت خفيض لا ترفع به الصوت. نعم.